المستشار المحترم، لا أعتقد بأن الإكراه البدني في المادة الزجرية المرتبطة بالغرامات يطرح مشكلا كبيرا بالنسبة للمواطنين، لأن مدونة تحصيل الديون العمومية أحالت في تنفيذ الغرامات على مقتضيات المسطرة الجنائية. المسطرة الجنائية في الفصل 635 حددت الإطار العام الذي ينبغي أن ينضبط له تنفيذ الأحكام القاضية بالغرامة، بحيث أن الأصل هو أنه متى كان هناك حكم ينبغي أن ينفذ كتبقى عندنا مشكلة ديال الناس العاجزين عن التنفيذ بحكم محدودية مواردهم. هؤلاء يكفي أن يضلوا بوثيقتين، الوثيقة الأولى هي شهادة صادرة عن الوالي أو العامل أو من يفوض له ذلك وهي المرتبطة بالعوز، والشهادة الثانية صادرة عن مصالح وزارة المالية والتي تثبت عدم التملك الذي يمكن أن يكون قرينة على اليسر. إذا ما توفر أي شخص على هاتين الوثيقتين فإن الإكراه البدني لا يطبق على الشخص المعني. فضلا عن ذلك فإن المسطرة الجنائية أحاطت هذا الموضوع من أجل حماية حريات الأفراد، أحاطته بضمانات أكبر بحيث أنه في المادة 640 لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا بموافقة قاضي تطبيق العقوبة، وقاضي تطبيق العقوبة يراقب مدى استجناع الشرائط الشكلية التي تسمح بتنفيذ هذا الإكراه البدني. أولها أن يكون هناك إنذار وأن يكون هناك أجل وأن يكون هناك طلب بالإكراه البدني. ووكيل الملك تأكدوا لا يمكن أن يأمر بإيداع المعني بالأمر بالسجن بناء على مسطرة الإكراه البدني إلا إذا أذن له قاضي تطبيق العقوبة. أعتقد أنه مع هذا الاشتراطات ومع هذه الشكليات والإجراءات لا أعتقد بأن ثمة مشكلا كبيرا بالنسبة للمعوزين الذين يستطيعون أن يوفروا الوثائق المطلوبة، أما الذي لديه إمكانيات ويمارع في التنفيذ فمن الضروري أن تجد الأحكام صداها التنفيذي. وشكرا.